إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا وصلنا في يعني في وقت يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني إحنا وصلنا لمرحلة كارثية كارثية كارثية، لدرجة إن أنا يعني رايح أدفن أبويا رايح أدفنه، ماخده في سيارتي الخاصة، لا في إسعاف ولا في ناس تطلع ولا في ناس تدفن، هاي أبويا معايا لحاله ورا في السيارة ماخده لحالي. الله يرحمك يابا، الله يرحمك يابا، الله يرحمك يابا. كلكم بتمنى منكم تدعوا للحج أبو علي جد الله، ما شاء الله سمعته زي الفل والكل بحبه، الكل كانت بتمنى يجي يحضر جنازته، والكل بعت لي بس الظروف ما حكمت إنكم تيجوا. أنا يعني تترحموا عليه، تدعوا له، تقروا له الفاتحة، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله ربنا بهدي بالكم على حبايبكم، والله يرحم شهدانا ويشفي جرحانا ويطمن بالنا، وإن شاء الله والله يسترنا من اللي جاي.